في اثاره فيه، فابتدات تعمل ايه؟ تذاكر عشان تحققه. يبقى كل شرط واقع بين امرين، بين جواب دافع وجواب واقع. فالنجاح دافع للايه؟ للمذاكره، والمذاكره تخلي النجاح واقع. يبقى ولذلك الشاعر لما قال: الا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن اين والغايات بعد الوسائل. بيقول يا ريت واحد يقول لي الغايه ايه قبل ما اذهب الطريق، لكن الغايات بعد المذاهب. نقول له برضو دي فلسفه عجر. فلسفه ايه؟ انت نبهت الى الغايه قبل ان تطلب منك الوسيله. الغايه انك تذهب الى الله جزاء، وجابلك الوسيله منهج. تقوم تقول الا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن اين والغايات بعد المذاهب. طب ما بينت ليك الغايه، انت اللي متمرد ومتمرد، انت اللي متمرد وايه؟ يبقى ايه؟ خسروا انفسهم علما من الله، خلاص؟ فهم لا يؤمنون ليحققوا الايه؟ الخسران. يبقى دي غايه وايه؟ ووسيله. يبقى فيه غايه دافعه وغايه ايه؟ واقعه. وله ما سكن في الليل والنهار. فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار. له، احنا بنعرف ان احنا عندنا في ضمير، والضمائر دي مرة يبقى ضمير تكلم تقول انا فعلت ونحن فعلنا، وفي ضمير مخاطب انت، انت اللي بيكلمك، وفي ضمير غائب قابلته، قابلته يعني واحد مش ويانا. يبقى في ثلاث ايه؟ ضمائر. ضمير التكلم دليله معه لانه انا بتكلم. لما اقولك انا اطلب منك كذا تقول له انت مين؟ ده دليله معه. طب ما اقول له انت فعلت كذا يقول لي انت مين؟ انت مخاطب. انما هو يقول لي مين هو ده؟ يبقى ضمير المتكلم لا يحتاج الى دليل، لان دليله ايه؟ وضمير المخاطب ما يحتاجش لدليل. يبقى اللي عايز دليل ايه؟ دليل الغائب. طب دليل الغائب ده يبقى ايه بقى؟ اما لك يكون له مرجع. قابلني زيد فاكرمته. اكرمته دي هو اللي هو مين؟ اللي هو زيد، خلاص. او يكون السياق عرفه حتى توارت بالحجاب، يعني مثلا فهم ان الايه؟ فهم ان الشمس. بيقول هنا بقى وله لمين ما سكن في الليل والنهار. يا الله. فكأن، ولذلك شوف من 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 عظمة الوجود الاعلى للاله، ان هو لما يتكلم عنه بضمير الغيبة هو نفسه الدليل على الغيبة. ولذلك يجي قال اول صورة كده، اول الصورة يقولك قل. طب قل دي انت هنا ده امر. نقول ايه يا ربي؟ قال هو الله. هو مين؟ هو الله. بقى المرجع اجيبه الاخر قل هو هو. لكن لما تقول هو لا يمكن تنصرف الا له، كأن الوجود ليس فيه شيء ان اطلق غيبا. يبقى هو من بس هو. يبقى وله يعني ايه؟ له اي لله. وجاب له ضمير الغيبة كان يقول لله ما سكن. اما قال لك لا، ده كلمة له دي جاية غايب، عشان الضمير الغيبة اللي بيحتاج دليل دي هنا ما ربنا مش عايز دليل، لانه ان اطلق غيبا كده في عماء معاني العظمه يبقى لا ينصرف الا لمين؟ الا لله سبحانه وتعالى. وله ما سكن في الليل والنهار. كلمه سكن سين وكاف ونون تاتي لمعاني متعدده. سكن من السكنى ولا من السكون وهو ضد الحركه؟ السكون الاستيطان، يعني قاعد في حتة كده. السكون ضد الحركة، والسكنة الاستيطان. لما يقول له اسكن أنت وزوك الجنة استوطن، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يبقى استيطان طبعا الأول. طيب يبقى هنا اللي معانا دي سكنة من السكون ولا من السكنة؟ نشوف كده.
وله ما سكن في الليل والنهار. فكأن الليل والنهار ظرف، وكل الوجود مظروف في الليل والنهار. كل الوجود مظروف، لأن الأحداث عايزة كم ظرف؟ يا ظرف زمان يا ظرف مكان. هنا بيقول وله ما سكن في الليل والنهار، جاب ظرف مين؟ ظرف الايه؟ الزمان، سكن في الليل والنهار. طيب هي المسألة دي الظرفية بتاعت الاستيطان دي بتيجي في الليل والنهار ولا بتيجي في المكان؟ السكنة بتيجي في المكان، السكنة تبقى المكان ظرف قار. يعني ايه ظرف قار؟ ظرف ثابت. لكن الزمان صحيح ظرف انما مش قار، مرة يبقى ماضي، مرة يبقى مستقبل، مرة يبقى ايه؟ حاضر ويتغير. يبقى ظرف الزمان يدور على المكان ولا لا؟ كل مكان في الارض يجي عليه مرة ليل ومرة نهار ومرة مش عارف ايه. مين اللي بيدور على التاني؟ الليل والنهار بيدور على المين؟ على المكان. يبقى كان المنطق اللي يقول ايه؟ وله ما سكن في الايه؟ في المكان، في الارض يعني، او في السماء او في الكون او في الى اخره. انما هو قال لك ايه؟ وله ما سكن في الليل. ام قال لك لان المكان نفسه مظروف في الزمان. المكان نفسه مظروف في ايه؟ في زمان. يبقى له الظرف وله المظروف، له الايه؟ طب هذا ان اردت بالاستيطان من السكنى، وان اردته من السكون. طب والمتحرك ان اردتها من السكون وله ما سكن، طب وما تحرك مش له؟ قال لك كل متحرك يقول الى ساكن، كل متحرك يقول، ومش كل ساكن يقول الى متحرك. ساعة الانسان متحرك او سيد الحركات الانسان، وبعدين يجي له وقت ايه؟ ينام. يجي له بعد ذلك وقت يموت. الله الله الله. يبقى اذا كله ايه؟ كل متحرك يسكن، انما مش كل ساكن يبقى يتحرك. يبقى الجنس الاعم ايه؟ ما سكن. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله. وهو السميع، ساعة ما تسمع وصف وصف به الحق سبحانه وتعالى مما يوصف به مخلوقه فافهم ان الجهة منفكة، وانه في اطار ليس ايه؟ ليس كمثله ايه؟ كمثله شيء. احنا بقى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ليه؟ ام قال لك العلم متعلقه ايه؟ السمع متعلقه المسموع، والعلم متعلق المسموع والمنظور والمشموم والمذوق وكل شيء من آلات الايه؟ من آلات الإدراك. كلمة سكون ما يبقاش فيها مسموع، ساكن. المتحرك يبقى له ايه؟ مسموعية. يبقى خد الوصفين الاثنين، اللي بيتحرك واللي بايه. ولذلك من قال ان وله ما سكن من السكون لا من السكنة جاء على مثال قوله سرابيل تقيكم الايه؟ الحر. هو بس اللباس عشان يقين الحر ده، ويقين البرد اكتر، لان ده في الحر بنقلع التوب مش كده؟ تقيكم الحر زي لما اكون في الشمس او ملبس الايه؟ التوب، عشان الشمس ما ايه؟ تبقى فيه واسطة بيني وبين الايه؟ بين الشمس. ام قال لك وله ما سكن اي وما ايه؟ وما تحرك، على حد قوله سرابيل تقيكم الحر اي والايه؟ اي والبر. قل صلى الله وسلم عليه وسلم اغير الله اتخذ وليا، اغير الله اتخذ وليا. همزة هنا يسموها همزة الانكار. لما تيجي الواحد كده تشتم اباك، انت بتستفهم منه ولا بتنكر عليه وتوبخه؟ بتنكر عليه وتوبخه. يبقى مرة الاستفهام يكون للايه؟ للتوبيخ وللانكار، مش عشان فهم المعلومة. لا، اغير الله اتخذ وليا؟ اللي
اتخاذ ولي ام ان يكون الولي المتخذ غير الله؟ ان يكون الولي المتخذ غير الله. انما اتخاذ الولي ده ضروري. ليه؟ ام قال لك لان الانسان كما تطرأ عليه احداث تدل على انه قوي، تطرأ عليه احداث تدل على انه ضعيف، وساعة ضعفه لا بد ان يأوي الى ركن اشد منه. يبقى ضروري في الوجود الانساني صاحب الاغيار ان يتخذ وليا. ليه؟ ام قال لك لانه بيجد قوته غير ذاتية، مرة يبقى قوي ومرة يبقى ايه، مرة يبقى غني ومرة يبقى ايه، مرة يبقى عارف انه علم شوية وبعدين يلاقي واحدة اعلم مثلا منه. في حاجات كتير اغيار، ومدام اغيار ام قال لك يبقى لابد لحفاظ النفس الانسانية ان يكون في فطرتها ان تتخذ ايه، ولي، عشان لما ابقى ضعيف. اما ليه الناس بتحب تخلف اولاد، وبتخلف اولاد ذكور اللي هم دول اللي يدافعوا، وهم اللي يبقوا لهم امتداد، وهم اللي يبقوا كذا، وهم اللي يبقوا كذا، بيبقى له اصدقاء. ليه؟ بيقول لك الاخ يبقى الاخ ولا الصديق، قال لك انفعهم، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا من طبيعه النفس الانسانيه لانها من الاغيار وتقهر على انها تفهم انها قد تضعف مره وان قويت مره، يبقى لازم يتخذ له ايه؟ ولي. قال لك تتخذ ولي من صاحب الاغيار، ولا الشطارة ان تتخذ وليا من غير صاحب الاغيار؟ يبقى ان اتخذت ولي بقى خليك ناصح. اتخذ ولي من مين؟ لانك انت بتقول انك انت ضعيف، يمكن تبقى ضعيف فرحت لواحد قوي. طب ما دام اجزت على قوتك ان تضعف، الا تجيز على قوة من اخذته وليا ان يضعف؟ الله. طب ما ينتهي راك. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه انهم يكونوا ايه، عندهم حكمة في وضع الامور في نصبها. يقول له وتوكل على الحي الذي لا يموت. ان كنت عايز تتوكل صحيح تبقى ناصح، تتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت، والى لقائنا اخر.